ببعض الدوائر. ونائب العام المصري يلتقي بالفريق الإيطالي المختص بقضية جوليو ريجيني. إطلاق سراح الصحفيين سامح حنين وعوني نافع. والنيابة توجه تهمة القتل العمد لوالدي رضيع القليوبية. ومنظمات حقوقية تطالب الكونغرس الأمريكي بإقرار قانون حول حقوق الأقباط في مصر. تابعونا. أعلنت الهيئة الوطنية أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا في الثانية من ظهر الأحد المقبل لإعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخاب مجلس النواب. وقال المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقد أن الهيئة استقبلت عددا من تظلمات المرشحين حول عمليات الاقتراع والفرز، كما أكد أنه تمت مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة. وفي سياق متصل عقدت قائمة نداء مصر مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه عن تقدمها بشكاوى ضد انتهاكات شابة العملية الانتخابية. المزيد من التفاصيل بالتقرير التالي. انتهى التصويت بالجولة الأولى من أول مرحلة من انتخابات مجلس النواب، لكن لم ينتهي الجدل بعد، حيث صرح المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة استقبلت عددا من تظلمات المرشحين وتم البت فيها، كما تمت مراجعة أرقام اللجان العامة على أن تعلن النتائج النهائية يوم الأحد القادم. يأتي ذلك في سياق شكاوى من وقائع شراء أصوات وكذلك رصد اختلاف كبير في أرقام نتائج اللجان العامة عن محاضر الفرز باللجان الفردية ببعض الدوائر. وكان الحزب المصري الديمقراطي قد أصدر بيانا طالب فيه بإعادة الفرز في دائرة العمرانية والطالبية، حيث أضيفت أصوات إلى مرشحين بعينهم ليتم إعلان خسارة مرشح الحزب وهم محمد فؤاد وعلاء شلتوت رغم تأهلهما إلى مرحلة الإعادة بحسب محاضر الفرز الرسمية. وفي اليومين الماضيين تتابعت شكاوى المرشحين بالإضافة إلى نشر مقاطع فيديو حول حالات مشابهة في عدة دوائر منها بولاق وإطفيح والصف والوراق وأوسيم وإمبابة، حيث تم رصد الفروقات بين عدد الحضور وفقا لمحاضر اللجان الفرعية وبين النتائج المعلنة. تزامن ذلك مع عقد حزب نداء مصر مؤتمرا صحفيا أمس الأربعاء للحديث عن حصاد مشاركة قائمته في الانتخابات، وهي القائمة الوحيدة التي نافست القائمة الوطنية ببعض الدوائر، وحققت بالفعل مفاجأة كما يقول متابعون بحصولها حسب الأرقام الرسمية على نحو ثلث الأصوات، إلا أن أمين عام الحزب ذكر بالمؤتمر خروقات عدة استهدفت مرشحيه منها شراء الأصوات والتضييق على المندوبين والهجمات الإعلامية. ومع اقتراب الإعلان عن نتيجة الجولة الأولى يتخوف الكثيرون من تكرار سيناريو انتخابات عام 2010 والتي أدت إلى تأزيم وغلق المشهد السياسي بشكل غير مسبوق، ما يفتح الباب لكافة الاحتمالات. ينضم إلينا من تورونتو عبر خدمة سكايب حجاج نايل مدير البرنامج العربي للمدافعين عن حقوق الإنسان. أهلا بك معايا حجاج، وخلينا نبدأ في البداية بشكل عام، خلينا نتكلم يعني عن تقييمك للمشهد الانتخابي من بدايته حتى الآن. حجاج أنا مش سامعك إطلاقا. لا أنا مش سامعك للأسف. طيب هنعاود الاتصال بيك مرة تانية. وزي ما احنا ما شايفين الحقيقة المشهد الانتخابي حتى الآن يعني الحقيقة فيه العديد من الشكاوي، وخاصة شكاوي يعني زي ما احنا ما شفنا شكاوي من مرشحين كانوا موجودين بالفعل في برلمان 2015، مرشح سيد دكتور محمد فؤاد، يعني هو نفسه دكتور محمد كتب على صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي اللي هو نفسه المخلفات اللي هو نفسه بذات نفسه رصدها.
حجاج سمعني دلوقتي؟ أهلا مساء وسهلا، الخير، مساء النور يا عامل حجاج. ايه؟ الحمد لله، أتمنى تكون بخير. خلينا نتكلم، صديقي كان قول. اوكي. الحقيقه انا مش عايز يبدو انه مشاهدين يفهموا ان انا ارائي صادمه او متشائم، لكن الحقيقه الواقع في مصر هو اللي صادم. في منطقين في التعامل مع مساله الانتخابات، منطق الدخول في التفاصيل وعدد الاصوات والتزوير والمال السياسي وفيديوهات اتظهرت واكيد حضراتكم شفتوها، وفي المنطق الثاني اللي هو الحقيقه بيتناول فكره البرلمان السابق. تجربه المصريين مع البرلمان السابق كانت كئيبه الى حد كبير جدا. الحقيقه ده كان برلمان النظام وقعد يشرع قوانين ضد الفقراء ومحدود الدخل وضد الشعب المصري، سواء على مستوى قوانين متعلقه بالحريات او قوانين متعلقه بالجبايه والضرائب والاسعار والفواتير وما الى ذلك. النقطه الثانيه اللي عايز اشير ليها بسرعه هو انه في يونيو اللي فات تم تغيير قانون مباشره الحقوق السياسيه والمدنيه عشان الانتخابات تبقى بالقائمه المطلقه، والحقيقه القائمه المطلقه 4 دول في العالم بس هم اللي بيعملوها، ومعروف قد ايه الحكومات الاستبداديه بتلجا للقائمه المطلقه او المغلقه على اساس انها يبقى كل مجلس النواب او المجلس التشريعي من لون واحد موالي للنظام. تعالي نشوف ايه اللي حصل. اللي حصل الحقيقه في مصر يعني مشهد عجيب جدا جدا جدا. الحياة تحت إشراف الأجهزة الأمنية والمال السياسي وكل الحاجات اللي حصلت، بس أنا هتناول مشهدين. المشهد الأول لما مستشار زي مرتضى منصور وعبد الرحيم علي ونداء مصر، وهي كتل في النهاية موالية للنظام بدرجات مختلفة، بتستغيث وبتقول إنه في مال سياسي وفي تزوير وإن حزب مستقبل وطن، اللي هو الحقيقة الهاشتاج اللي نزل انه ده برلمان السيسي مش برلمان الشعب، برلمان النظام السياسي، وقد ايه دور الاجهزه الامنيه في اختيار المرشحين ودعم المرشحين ودور المال السياسي في الدفع بنوعيات معينه من المعروف تماما، لدرجه انه جريده فرنسيه لجورنال دي مانش كتبت انه نتائج الانتخابات البرلمانيه في مصر معروفه مسبقا ومعروف مين اللي هيجي، وان يعني السيسي بيقفل الحياه السياسيه، لانه انا ما اعرفش الناس عندها فكره عن معايير الدوليه اللي في الشرعه الدوليه التي تختص بانتخابات نزيهه وعادله. اولا عشان نتكلم عن انتخابات نزيهه وعادله لازم يبقى في مناخ ديمقراطي، لازم يبقى في حريه راي وتعبير، لازم يبقى في تعدديه حزبيه. حضرتك تعرفي ان القائمه المطلقه تقتل تماما التعدديه الحزبيه، انت بتتكلمي عن حزب واحد في البرلمان اللي هو حزب مستقبل وطن، والحقيقه لولا انه زور ولولا انه دفع بملايين والبيان اللي اصدره حزب مستقبل وطن مضحك الى حد كبير جدا. نائب تبعهم في بني سويف اداهم 8 مليون جنيه وسقط، وفي الاخر هم طلعوا بيان قالوا انه سقط لان هو ملوش شعبيه وما عرفش يعمل دعايه كويسه. يعني قد ايه انه بتتلم فلوس وبتتجمع فلوس عشان تدفع بعناصر معينه معروف وجهات نظرها ومعروف انحيازاتها ومعروف انتماءاتها تماما للسلطه السياسيه في مصر. الحقيقه ده المشهد بشكل عام، مشهد العبثي. من الناحيه الاخرى لو هنتكلم بقى في التفاصيل اللي حصل، اللي حصل ده سياق متصل، يعني من اول تعديل القانون في يونيو لا بس والنظام يا لديه حجاج، البيئه. طب خليني اقول لك على حاجه تانية. يعني في منظمات مجتمع مدني النظام سمح لها بالفتره الحاليه ان هي بتراقب على الانتخابات، وطلعت بالفعل قالت ان اشادت بالعمليه الانتخابيه، وهي برضو في النهايه منظمات مجتمع مدني، واشادت بالعمليه الانتخابيه وقالت ان في مخالفات، بس قالت مخالفات يعني صغيره، ما هياش مخالفات بهذا الحجم زي ما انت ما بتطلق على المشهد المشهد العبثي والى اخره. فخليني بس احط انا نفسي مكان المواطن اللي قاعد بيتفرج علينا ده وبيسمعنا. ايه اللي يخليني يعني ايه اللي يخليني اصدقك، او ايه اللي يخليني اصدقهم برضو؟ هو انا اعتقد سلمى الشعب والناس والبسطاء بقوا اذكياء جدا وبقوا عارفين ايه اللي بيحصل جدا. الفرق ان الناس بتخاف تتكلم في مصر دلوقتي، لكن انا الحقيقه مش عايز اتكلم عن المجتمع المدني والمنظمات اللي بتشيد لانه فيهم اصدقاء وفيهم ناس يعني اشتغلت معاهم لسنوات طويله. الحقيقه مش عايز اسيء لهؤلاء الناس، لكن في مواجهه سؤال حضرتك، ما هناك عشرات مش عايز اقول مئات الفيديوهات والصور اللي بتؤكد توزيع فلوس، رشاوى انتخابيه، ضغوط على الناخبين، ترهيب، التهديد بالغرامه 500 جنيه كما حدث في انتخابات مجلس الشورى وتحويل 54 مليون مواطن للنيابه العامه في مشهد عبثي جدا. الحقيقه انا مش بقول عبثي من فراغ، ده انا بقول عبثي
من بق مرتضى منصور ومن بق عبد الرحيم علي ومن الاستغاثه اللي بعتها حزب نداء مصر لرئيس الجمهوريه. يعني بعد كل هذه المشاهد، بعد كل هذه الفيديوهات، بعد هذه كل المؤشرات، وبعد كل حضرتك اشرتي في التقرير او اشرته لان العد في اللجان الفرعيه مختلف عن اللجان العامه، وطعون كثيره متقدمه بخصوص عد فرز الاصوات وعدها، هل ده في النهايه يقول الناس تصدقني ليه؟ الناس الحقيقه الفرق بيني وبينهم ان الناس متعايشه مع الوضع ده وشايفاه ومجرباه في انتخابات الشورى ومجرباه في انتخابات الرئاسه. والحقيقه ما يحدث في مصر لا يقط باي صله لما يسمى بالانتخابات النزيهه طب او حاجات الحره على النزيهه. ذكرك للطاعون اللي اتقدمت، خليني برضو اتكلم عن القصه يعني اللي حكى عنها النائب الدكتور محمد فؤاد. وهو نائب الدكتور محمد فؤاد هو بالفعل عضو في البرلمان في برلمان 2015، وكان مرشح في هذه الدوره، وهو اللي طلع حكى يعني على وسائل التواصل الاجتماعي ما شاهده هو شخصيا، يعني زي ما احنا ما بنقول كده، بنفسه بذات نفسه من وقائع فيها اختلاف في النتائج ما بين الفرعيه وما بين المجمعه. هل الوضع ده احنا بنتكلم عن نائب بالبرلمان بالفعل في 2015، هل وضع برلمان حتى برلمان 2015 مختلف عن برلمان اللي بيتعمل دلوقتي؟ أنا بعتقد سلمى إنه الفجاجة شعار المرحلة، يعني بمعنى إنه انتخاب برلمان 2015 كانت هناك بعض الأصوات زي تكتل 25 30، كان في بعض النواب الشرفاء أحمد طنطاوي وآخرين، وتعرضوا لكم كبير جدا من المضايقات داخل البرلمان، لكن البرلمان القادم أتصور إنه هيبقى فيه نفس العدد من البرلمانيين المستقلين او الصوت المختلف، لكن انت عندك برلمان لا تذاع اعماله وانشطته وفعالياته على الناس، عندك برلمان مستخبي. يعني احنا بنتذكر ايام مبارك، ايام ما كانت مخصص قناه تلفزيونيه لاذاعه مناقشات القوانين ومناقشات قضايا الشعب، البرلمان كان بيناقشها على الهواء. انا الحقيقه ما عنديش معلومات دقيقه، لكن اللي اعرفه ان ما حدش بيشوف جلسات البرلمان، احنا بنسمع عنها من الصحفيين، والصحفيين بيقولوا لنا اللي الدولة عايزة تقوله لنا، وقوانين كثيرة جدا تم تمريرها فيها غبن للناس وفيها أسعار وفيها اضطهاد وفيها فساد، فاحنا ما عرفناش بيها بعد ما خرجت. أنا بيتهيألي البرلمان القادم هو انعكاس وعنوان المرحلة كلها على بعضها، يعني بما تعكسه من كل جوانب الحياة في مصر، مش الحياة البرلمانية والتشريعية فقط. احنا عندنا إشكالية كتيرة جدا في مخالفة صريحة للدستور المصري وللقوانين المصرية الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. الحقيقة حضرتك أكيد متابعة تعليق قناة الأنباء والصحف الأجنبية على ما يحدث في مصر، يعني برلمان بيتم تركيبه في غرف الأجهزة الأمنية، أمن الدولة عندها فئة، المستخبرات العامة عندها فئة، وكلام كتير جدا أثير عن دور أحمد شعبان لو مدير مكتب عباس كامل في دفع مرشحين معينين. يعني حضرتك حادثة عبد الرحيم علي أكبر مؤشر على إنه الأجهزة الأمنية لما انتقد واتكلم عن المال السياسي طلعوا له تسجيل. مرتضى منصور، يعني مرتضى منصور هو نموذج للمال السياسي في مصر، بينتقد المال السياسي اللي حصل في الانتخابات. الحقيقة يعني أملك القدرة على طب الدخول في هل في هل لي حاجات برضو أربعة. من وجهة نظر التانية زي ما انت ما حكيت؟ يعني معظم الشكاوي اللي احنا شفناها سواء من عبد الرحيم علي، مرتضى منصور، نداء مصر، هي خارجة من ناس موالية للنظام، هم كلهم في بالتأكيد مربع سياسي واحد، مربع سياسي بدعم النظام. حتى لما بيبعتوا الشكوى بيقولوا نحن نشكو الى رئيس الجمهورية وعايزين رئيس الجمهورية يساعدنا وينقذنا والى اخره. فهل مفهوم ليه حتى مفيش سماح بالمنافسة في وسط ضيق جدا ما بين داعمي النظام المخلصين في حب النظام؟ انا اشرت جاوبت على السؤال ده في حاجات كتيره قوي قوي يا سلمى، قلت انه ده يعني مؤشر كبير جدا على عقليه النظام السياسي الذي يحكم مصر الان. النظام السياسي الذي يحكم مصر الان يحكمها بمنطق الستينات والخمسينات، ممنوع الاقتراب والتصوير، نظام ليس لديه مستشارين يعني بيقولوا له اتصرف سياسيا كذا. يعني انا حتى نظام مبارك بالرغم ان انا اتسجنت في عهد مبارك 3 مرات وكنت من اشد المعارضين لنظام مبارك، لانه كان لديه مستشارين بيفهموا. الحقيقه انت عندك مستشارين كلهم عسكريين ما عندهمش خبره سياسيه،
ما احتكوش بالعمل السياسي، ما انخرطوش عمل احزاب سياسيه او جمعيات سياسيه، وبالتالي هم شايفين ان البلد لازم كلها تبقى اتجاه واحد، لون واحد، صوت واحد. وعندك الاعلام في مصر اكبر دليل على اللي بقوله. هل انت سمعتي حتى بالخطا حد في كل القنوات المصريه والقنوات التي تدعي انها خاصه او مستقله، حد بينتقد، حد بيتكلم، حد بيتنفس؟ ده شعار المرحله، اللي هو الفجاجة، الصوت الواحد، اللون الواحد، فليحيا رئيس الجمهورية، فليحيا النظام السياسي، وفقط. غير مسموح بجمعية حقوقية في أزمة حواري شعبية إنها تروح قسم الشرطة تدافع عن ضحية اتعذب، غير مسموح بحزب سياسي إنه يعمل مؤتمرات انتخابية على نطاق واسع وإنه يطرح برنامج سياسي انتخابي. مثلا اللي عايز أقوله، برنامج التغيير اللي طرحته مجموعه سياسيه اللي هي سفير معصوم مرزوق واخرين ويحيى الازاز، ده كان برنامج انتخابي. لما اطرح الناس اتسجنت واتفق لها قضيه وقعدوا في السجن شهور طويله جدا. ده للاسف، وده انا حذرت منه في بيانات كثيره طلعتها مؤسسات نشطاء لحقوق الانسان، وقلت ان اللي بيحصل في مصر ده هيبقى له انعكاسات خطيره في المستقبل. وفعلا في قلق، يعني فعلا في قلق. تعلمي 56 عضو من الكونجرس الامريكي و220 عضو من البرلمان الاوروبي وجهوا رسائل الاسبوع الماضي للرئيس عبد الفتاح السيسي بان اللي بتعمله ده فيه خطر على الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر، مش في مصلحتك انت حتى شخصيا، ومش يعني مش في مصلحه الحفاظ على نظامك السياسي. احنا كده يعني مش عايز اقول فوضى عشان الناس ما تكتئبش، بس اللي عايز اقوله ان اللي بيحصل في مصر احنا مش عايزين مؤشر الناس على والله ترتعب يا حاجاك، وعايزين يعني نتمنى ان يكون القادم افضل يا رب بكتير، يا رب. افضل من افكارنا دي. بنشكرك، كنت معنا من تورونتو عبر خدمة سكايب حجاج نايل، مدير البرنامج العربي للمدافعين عن حقوق الانسان. شرفتني حجاج، شكرا ليك. قال النائب العام المصري إنه التقى بفريق النيابة الإيطالية المختص بالتحقيق في واقعة وفاة الطالب جوليو ريجيني، وذلك لإطلاعهم على حصيلة المعلومات والإجراءات التي انتهت لها النيابة المصرية. وتم عقد اللقاء في القاهرة على أن يتم عقد لقاء مماثل في روما، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الفريقين وصولا للحقيقة. وقال النائب العام المصري أن جهات التحقيق المصرية تتعامل بشفافية وليس لديها ما تخفيه، ولا تتبنى وجهة نظر محددة تدافع عنها، وهو ما تتمناه من الجانب الإيطالي. انضم إلينا من روما عبر خدمة سكايب الصحفي أبو المعاطي سندوبي. أهلا بك معايا سيد أبو المعاطي، خلينا نتكلم في البداية عن قراءتك لبيان النائب العام. والله هو من الناحية العملية البيان ما فيهوش أي جديد، أكثر منه صك مصطلحات جديدة وتعبير عن التعاون جديد في البحث عن الحقيقة، وإنه بيننا وبين المصريين بيننا وبين الطلعينا في هارمونية، وإن في محاولة جادة. هذا الكلام كله من ناحية الجوهر لما تحلليه هو مجموعة من الصياغات اللغوية اللي ما فيهاش اي لحمه او اي حاجه يقول عليها جديده اكتر منها انها حاجات تقليديه بارده مش مواقف عمليه. احنا دلوقتي مضى اكتر من 4 سنين وثمان اشهر على اقتل الريجيني، وبالايام 1706 يوم النهارده. يعني لو احنا بنحقق في مذابح يعني جماعيه كنت زمتنا وصلنا لمين المتهم. فهو المقصود طب استاذ ابو استهلاك المعطي، ايه المعلومات اللي قالها الجانب الايطالي؟ هل الجانب الايطالي اعلن عن اي معلومات عن الجانب هذا اللقاء؟ الايطالي ما عندوش اي معلومات اكتر من انه بيطالب باضافه اسماء جديده الى التحقيقات، وما يقدرش يعمل اكتر من كده لان هو ما عندوش سلطه تحقيق على الاراضي المصريه، وما عندوش سلطه انه يستدعي متهمين مصريين يحقق معاهم في ايطاليا. وبالتالي هو كل اللي يقدر يعمله وفقا للاتفاقيه الاجرائيه اللي هم عملوها ما بين النيابه العامه المصريه وما بين المدعي العام روما، ان هو يسمح له ان يقدم اقتراحات حوالين شخصيات واسماء محدده
في شكوك حوالين انها لعبت دور في اختطاف او تعذيب او قتل جوليو ريجيني. وعلى النيابه المصريه تقرر هل هذه الاسماء فعليا جديره بالتحقيق معها ام غير جديره. يعني في النهايه القرار في ايد المدعي النائب العام المصري. فهم قدموا 3 اسماء جداد، وقدموا بعض الناس اللي كان ساكن عنده جوليو في البيت، احد المحامين وزميله ليه كانت بتساعده في الترجمه، وبالتالي كانت الاسماء دي هي اللي مطلوبه، وعاوزين توقيت زمني معين تنتهي من خلاله هذه التحقيقات. ده الايطاليين مصرين عليه دايما، ودايما من الجانب النائب العام. وهل تم فتح موضوع ادراج اسماء الضباط ورجال الشرطه على القائمه برضو المتهمين اللي كان رفض الجانب المصري ادراج اسمهم من قبل؟ اللي معروف لغايه الوقت من خلال الصحفيين الطلاينه اللي تابعوا الموضوع انه تلقوا وعد بدراسه هذه الاسماء، لكن لم يتلقوا تاكيد على انهم سيكونوا في قائمه الذين سيتم استدعائهم للتحقيق في النيابه العامه في مصر. وبالتالي هنا كل الموقف بقى موقف قضائي، انتهت كل الضغوط السياسيه، انتهت كل الوسائل الدبلوماسيه، ووصلنا في الاخر ان بقى ما فيش حل غير ان القضاء الايطالي يتعاون مع القضاء المصري للوصول الى حل. في قناعه موجوده قويه جدا عند الايطاليين ومش الحكومه فقط، وايضا الراي العام، ان اللي قتل جوليو هي اجهزه الامن المصريه سواء كانت مدنيه او عسكريه. وبالتالي هذه القناعه هم بيقدموا كل يوم ما يثبت قناعتهم بده، وفي الجانب الآخر المصري بيقول لهم إحنا بنحقق، لما نوصل للحقيقة هنبلغكم بيها. هذا الموضوع مستمر بقاله طيب أستاذ أبو 1706 المعاطي، يوم. على ذكرك، لأن الآن الجانب يعني الموضوع برمته بقى أصبح في يد القضاء. النائب العام تحديدا أشار للنقطة دي وقال إن ما فيش خلافات ما بين فريق التحقيق المصري وفريق لا ده مش التحقيق صحيح طبعا، ده مش الإيطالي. صحيح طبعا، في اتفضل. خلافات طبعا، في خلافات كثيرة جدا حوالين انه لحد دلوقتي ما تمش عرض كل الاسماء اللي طلبها الطلاينة بالتحقيق معاها، ما تمش التحقيق معاها، الملفات بتاعة التحقيق ما تمش تسليمها حتى للمكتب للمحامين المدنيين اللي ماسكين الجانب المدني في مصر كمان لغاية الوقت. دي في مشاكل تانية مرتبطة بأنه كل الأوراق اللي بتيجي للطلاينة عشرات الآلاف من الصفحات بتيجي باللغة العربية، وبالتالي محتاجين أوقات طويلة جدا لترجمتها. في محاولة لإماتة القضية. ليه؟ لأن في ورا القضية دي في 3 عناصر أساسية، في علاقات اقتصادية ضخمة جدا ما بين إيطاليا ومصر، وبالتالي الكشف عن الحقيقة سيؤدي ويجبر الحكومة الإيطالية أن تتخذ إجراءات شديدة جدا تجاه نظام السيسي. الجانب الآخر أنه في عمليات ابتزاز تتم من جانب السيسي، لأنه ممكن يفتح لهم الهجرة غير الشرعية من خلال مصر، من خلال علاقته مع الجنرال حفتر، من خلال ليبيا. وبالتالي الطلاينة شايفين أن ده كويس أنه هو يضغط على حفتر، وكويس أنه هو ما يفتحش ده. وفي ثالث فاعل واساسي جدا الاكتشافات بتاعت الغاز الاخيره، ودخول ايطاليا حتى مع السيسي ومع اليونان في منتدى غاز البحر المتوسط. فوق ده كله في مشكله اساسيه الطلاينه مدركينها ومدركينها، ولكن لا يعلنونها لانه عارفين ان مش هتحصل. يعني انه فتح الملف بتاع ريجيني هيفتح ملف كل الذين عانوا مثل معاناة ريجيني من شبابنا المصريين، سواء في اختطاف اخفائهم القسري، سواء في تعذيبهم، سواء في ايضا عملية قتلهم خارج القانون. وده الموقف الرئيسي اللي طب مخلي استاذ السيسي ابو إدارته المعاطي، يعني ماذا عن موقف الراي العام؟ ماذا عن الاعلام الرأي الايطالي؟ العام لم يتغير، لم يتغير الرأي العام، لكن في حالة طبعا من حالات الإحباط الشديد، لأنه في إحساس عند الناس هنا في إيطاليا وبالذات والدة ريجيني ووالده إن الحكومة الإيطالية وصلت في النهاية كمان إنها بتبيع أسلحة حاليا
للنظام السيسي، بمعنى انها كمان بقت موضوع للاغراء اكثر في ان هي ما تبحث عن الحقيقه. وفي احساس في وسط الباحثين ووسط الجامعات الايطاليه بان الحكومه باعت جوليو نتيجه مصالحها السياسيه والاقتصاديه مع السيسي لهذا النظام، وبالتالي فاحساس الشعب بانه الحكومه ما عادتش بتمثلنا تمثيل حقيقي في موضوع ريجين، وده حقيقي وواقع لدرجه ان هي ام ريجين من فتره قريبه طلبت بسحب السفير المصري، ووزير الخارجيه تجرأ واعلن انه مش هيسحب السفير المصري، ده اول مره كان يعلنها، وكان كل مره يسمع هذه الدعوه ولا يعلق عليها. المره دي علق وقال لا، احنا مصالح ايطاليا اهم بكتير قوي من موضوع ريجين. وبالتالي كان واضح جدا انه ان التواطؤ اللي موجود من الحكومه الايطاليه في علاقتها مع نظام السيسي هي بتؤدي في الاخر على انه هذا الشاب المسكين البريء ذهب دمه هباء، يعني ما فيش متهمين لغايه دلوقتي، لانه لو اتفتح الباب لكن ما فيش اي هيؤدي الى وسائل ضغط يا استاذ ابو المعاطي في ايد يعني في ايد اللي لسه مهتمين بالراي العام سواء من الاعلاميين او من منظمات حقوقيه ان هم لا يساعدوا في طبعا ضغط. الاعلاميين موجودين، الاعلاميين موجودين طبعا وبيكتبهم، واصدقائنا كتير وانا ذات نفسي يعني شاركت في كذا حاجه حديثه، الاعلاميين موجودين وبيكتبهم، وفي جرح غائر في القلب يعني، لانه احساس العجز مع معرفه المتهم وعدم القدره على القبض على المتهم وتقديم المحاكمه ده احساس منتشر قوي في وسط الايطاليين، لأن معروف مين اللي قتل جوليو، معروف من خلال الوقائع المتسجلة ومتأكدة أكثر من جهة، وإنه عارفين المسلسل القضائي ده مسلسل فقط لحفظ ماء وجه الحكومة الإيطالية وحفظ ماء وجه السيسكا، لكن الإحساس العام إنه فتح ملف في جوليو هيؤدي في النهاية إلى توتر العلاقات، وان الحكومه هتبقى مجبره انها تاخد موقف علني وقوي ضد نظام السيسي، وانه في نفس الوقت السيسي برضه مش عاوز يفتح الملف ده، لانه ده هيفتح الباب واسعا للبحث عن كل الجناة الذين قتلوا شبابنا واخفوهم قسريا وايضا عذبوهم، ولغايه الوقت احنا مش عارفين بالظبط مين اللي ارتكب هذه الجرائم يعني. بنشكرك، كنت معنا من روما عبر خدمة سكايب الصحفي أبو المعاطي السندوبي، شرفتني أستاذ أبو المعاطي. أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين عن إخلاء سبيل الصحفيين سامح حنين وعوني نافع، ووجه رشوان التهنئة للزميلين مؤكدا أن الجهود المستمرة بخصوص بقية الزملاء وستثمر خيرا في القريب العاجل بإذن الله، كما وجه الشكر لكل من ساهم في هذا الإفراج وما سيتم مستقبلا من إفراجه. يذكر أن مصر كانت قد احتلت مع المملكة العربية السعودية المركز الثالث في قائمة منظمة مراسلون بلا حدود لأكثر الدول سجنا للصحفيين في العالم بالعام الماضي، وذلك بعد الصين وتركيا. تقى رمضان، فتاة مصرية مصابة بمتلازمة داون وفنانة تعشق رقص التنورة التراثي المصري وحازت على إعجاب واسع مواقع التواصل. وبهذا التقرير هننهي النصف الأول من برنامجنا ونلقاكم بعد الفاصل. طقة من متلازمة داون، الحمد لله طبعا كرم من ربنا ليا، يعني اداني طفلة زي ديت طقة موهوبة طول عمرها الحمد لله موهوبة في بداية حياتها وهي لسه صغيرة، كانت بتحب الرسم، أي حاجة بتشوفها بترسمها،
بتتخيل وهي قاعده. شويه شويه الفنون الشعبيه بقت تحاول تقلد الاستعراضات عموما، كل الاستعراضات بتقلدها هي عندي في البيت، فانا يعني مشيت معاها في الموهبه دي. تاخدها كتير تورهاني بقى، بتبقى فرحانه بيها قوي. أهلا بكم من جديد. أرسلت 13 منظمة حقوقية و25 شخصية عامة رسالة إلى أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، تطالبهم بدعم مشروع حماية حقوق الأقلية القبطية في مصر. الرسالة جاءت قبل اجتماع اللجنة الفرعية بالكونغرس الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودعت لمحاسبة الحكومة المصرية على انتهاكاتها لحقوق الإنسان التي تتعارض بوضوح مع القيم الأمريكية للمساواة والحرية الدينية حسب ما جاء في هذا البيان. يذكر أنه كانت قد جرت محاولات لتمرير قوانين شبيهة في 2016 و2017، وهما أعلنت الخارجية المصرية رفضها القاطع له، وكذلك أعلن أعضاء أقباط بمجلس النواب المصري رفضهم على أرضية نفي وجود تمييز ديني في مصر، وأيضا على أرضية رفض التدخل الخارجي بالشؤون المصرية. انضم إلينا من واشنطن عبد الرحمن يوسف الكاتب الصحفي. أهلا بك معايا عبد الرحمن، وفي البداية لو ممكن تشرح للسادة المشاهدين إيه المعلومات المتاحة عن مضمون الرسالة اللي تم توجيهها إلى بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي. يعني هذه الرسالة هي فقط ليست رسالة تتعلق بالأقباط بشكل مباشر فقط أو نتيجة حدث ما طائفي بعيني، ولكنها هي تأتي ضمن نطاق أوسع يتعلق بمسألة حرية، يعني حقوق الإنسان والحريات في مصر. اللجنة الفرعية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط في الكونغرس الأمريكي يعني عقدت جلسة استماع حول حقوق الإنسان، تحدث فيها الناشط الحقوقي المعروف بهي الدين حسن، وكان من ضمن المطالب او من ضمن الامور التي جاءت او التي ارفقت في الجلسه هذه الرساله التي كما تفضلت وقعت من شخصيات علمانيه وشخصيات يعني قاده دينيين ومنظمات حقوقيه مختلفه، الغالب منها يعني بالشؤون القبطيه. قالوا فيها او ربطوا فيها بين مساله حقوق الانسان وبين مشروع تم تقديمه و رفض قبل ذلك يتعلق بمسألة المطالبة بحماية الأقباط في مصر، وقالوا أن الاستجابة لهذا المشروع القديم في هذه الظروف إنما يؤشر إلى الاهتمام بمسألة حقوق الإنسان في مصر التي تشهد أكبر هجمة على المجتمع المدني وعلى المدافعين عن حقوق الإنسان. وذكروا الناشط القبطي رامي كامل كأحد النماذج التي تتعرض للاضطهاد بسبب دفاعها عن حقوق الإنسان وحقوق الأقباط بشكل خاص. عبد الرحمن، حطينا إحنا والسادة المشاهدين كده في الصورة، وقول لنا يعني ايه مدى أهمية الشخصيات والمنظمات القبطية اللي كانت وقعت بالفعل على هذه الرسالة؟ هي ربما تكون شخصيات مهمة على مستوى النشاط القبطي، لكنها هي ليست بهذا الدرجة من التأثير بحيث يعني تؤثر بشكل مباشر أو فوري على صانع القرار الأمريكي أو تدفعه إلى الاستجابة الفورية. وبالتالي يعني أنا لا أريد أن أقلل من قيمة أشخاص بشكل شخصي، لكن لا أعتقد أنهم يمثلون هذا الوزن الكبير الذي يعكس
نوع قوي من الضغط على الإدارة الأمريكية بحيث يحدث استجابة لهم. نعم هذه المنظمات بالمناسبة تستقطب العديد من رجال الكونغرس حتى نكون منصفين، لكنهم أغلبهم ينتموا إلى اليمين الأمريكي مثل تيد كروز وبعض الآخرين ممن يهتم بحقوق الإنسان بشكل عام، فإما هم جمهوريين يمينيين أو من الديمقراطيين الذين يهتموا بفكرة حقوق الإنسان بشكل عام وليس في المسألة القبطية بشكل خاص أو بشكل حصري. وبالتالي يعني نستطيع أن نقول أنهم لهم علاقات بالكونغرس الأمريكي أو ببعض الرجال في الكونغرس الأمريكي، لكنهم ليسوا على الوزن الذي يؤثر في صانع القرار الأمريكي في وزارة الخارجية أو في البيت الأبيض أو حتى في وزارة الدفاع، المؤسسات الرئيسية الكبرى التي ربما لديها القرارات النهائية فيما يتعلق بالتعامل مع الدول الخارجية. طب عبد الرحمن، زي ما انت ما ذكرت ان البيان اشتمل بالفعل الحديث عن قضية التفكير بقضية الناشط القبطي رامي كامل الموجود في السجون المصرية من حوالي عام، هل انت شايف من وجهة نظرك ان الاعلام الامريكي، المسؤولين الامريكيين، السياسيين الامريكيين مهتمين لقضية رامي؟ هل مهتمين لقضية الاقباط في مصر؟ في حقيقة الأمر كان هذا الأمر يلقى انتباها ورواجا في فترتين رئيسيتين، الفترة الأولى هي فترة الانفتاح الإجباري في عام 2004-2005 والتي ازدهرت فيها المنظمات الحقوقية بشكل عام، ورأينا منظمتين رئيسيتين، منظمة التضامن القبطي لصاحبها مجدي خليل ومنظمة الأقباط الولايات المتحدة الأمريكية لمايكل منير، كان ينشطان بشكل كبير في العمل الحقوقي المتعلق بالأقباط سواء في أمريكا أو في مصر، وكان هذا يلقى أذانا صاغية. ورأينا منذ عام 2011-2012 بالمناسبة اجتماعات دورية أو جلسات استماع دورية تتناول كل عام الشأن القبطي بسبب هذا النشاط وبسبب هذا العمل الحقوقي، لكن الآن لا يوجد هذا الاهتمام الكبير لأن مصر تراجعت بشكل كبير على أجندة السياسة الخارجية الأمريكية، ربما لصالح إما أحداث تتعلق بالصين وروسيا أو أحداث تتعلق بسوريا والعراق وقضية صفقة القرن، فضلا عن أن مصر يعني هي تحت قبضة ديكتاتورية عسكرية تلقى يعني ترحيبا أو تلقى استجابة أو دعم حتى غير علني من إدارة ترامب منذ 4 سنوات، ومن ثم يعني القضية لم تعد بهذا الشكل. الأمر الآخر هو أنه الإسلاميين تراجعوا تماما، وكان دائما ما تراجعوا تماما في المجتمع المصري، حتى لو ظل المجتمع المصري محافظا أو ما إلى ذلك، لكن كان دائما يستخدم الإسلاميين كحجة أو كأداة فيما يتعلق بالحديث عن اضطهاد الأقباط، قمع الأقباط، أي مكان من هذه المصطلحات، ومن ثم لا يوجد إسلاميون الآن فاعلين في المجتمع، تراجعوا السلفيين، تراجعوا، ليس لهم وجود في الحياة السياسية، نائبان في مجلس الشيوخ بالتعيين، الإخوان المسلمين معروف مصيرهم وما يلقونه الآن، لا يوجد إسلاميين بشكل حتى مستقل يعملون، ومن ثم لا يوجد هذا الحديث أو هذا التسليط الضوء الكبير على مسألة الخطاب الديني المتشدد وما إلى ذلك. الأمر الآخر معروف أن الكنيسة المصرية البابا شنودة ومن ثم وبعده البابا تاودروس هم في حلف دائم مع الدولة المصرية، وأوضاع الأقباط ربما تكون على المستوى الرسمي أكثر هدوءا وما إلى ذلك، ومن ثم لا يوجد هذا الحدث الزاعق أو هذه الأحداث الكثيفة مثلما كانت في الثورة أو الخشية من وجود الإخوان المسلمين على رأس السلطة أو ما إلى ذلك من الرمزيات التي كانت ربما تحرك المخاوف هنا وهناك، ومن ثم لا نستطيع أن نقول أن القضية القبطية أو قضية رامي، لأن رامي هو من ضمن آلاف من المعتقلين سواء المستقلين الليبراليين اليساريين الإسلاميين وما إلى ذلك، ومن ثم هو نقطة في بحر، بالطبع قضيته مهمة وكل قضية معتقل مهمة، لكن الاهتمام به بشكل رئيسي ومباشر لا أعتقد أنه صحيح. اسمه درج ضمن 20 شخصية حينما أرسل قادة من الكونغرس 56 شخصية منذ قرابة 3 أسابيع أو شهر، أرسلوا رسالة إلى
كما نشرت الواشنطن بوست إلى النظام المصري أو إلى الرئيس المصري شديدة اللهجة عن أوضاع حقوق الإنسان، كان هو ضمن 20، لكن كما ترين هو ضمن 19 آخرون ربما اختصوا في هذه الرسالة أو ربما يعكسوا حال 20,000 غيرهم في المعتقلات، يخرجون ويدخلون ويختفون قسريا وما إلى ذلك. وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن هناك أن هذا أو أن هذه الرسالة تعكس اهتمام بشكل نوعي للقضية القبطية أو إلى رامي، لكنها تأتي ضمن السياق الأوسع للمصريين في الخارج ممن ينشطون في العمل الحقوقي سواء في الاتحاد الأوروبي أو في الكونغرس الأمريكي من حول المطلب ده. تقدم قبل كده، تقدم على الاقل على حد علمي مرتين، مره في 2016 مره في 2017، وما تجاوبش مع الكونغرس الامريكي. هل عندنا فكره ايه اللي ممكن يكون اتغير دلوقتي، اللي ممكن يكون كان سبب في ان هو يتقدم يتم تقديم الطلب ده مره تانية؟ نعم، أنا أتذكر هذا الأمر، وكان رد النظام عاصف جدا في عام 2017، ورأينا الرسالة شديدة اللهجة من ضياء رشوان حينها، ولم يكن هناك استجابة كما تفضلتي. أنا برأيي الشخصي أنه لا أعتقد أن هناك أمر يتعلق بمسألة الانتخابات بشكل مباشر، ربما يكون هناك رغبة في مغازلة ترامب، أو ربما يكون هناك رغبة في اقتناص شيء من مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون الذين هم يعني بدورهم دائما ما يكون لديهم قلق من مسألة الشؤون الدينية في مصر، لا سيما من ناحية الأقباط وما إلى ذلك. وأيضا يعني داخل هذا المجلس، مجلس الشيوخ تحديدا، هناك ربما حلفاء أكثر للمنظمات القبطية في الولايات المتحدة الأمريكية، فربما يكون هناك محاولة للاقتناص خشية تغير الموازين القوى ورحيل ترامب أو ما إلى ذلك، أو ربما تكون رسالة للقادم الجديد أنك إذا ما جئت فإن هذه القضية يجب أن تكون على رأس أولوياتك فيما يتعلق بمسألة الأقليات في الشرق الأوسط أو مسألة المسيحيين أو ما إلى ذلك. ومن ثم ربما يكون مسألة الانتخاب سواء محاولة للاقتناص أو رسالة للقادم تكون سببا أو عاملا. الأمر الآخر أنه ربما يكون في إطار النشاط الدولي، نحن رأينا ربما قبل شهر عبد الرحمن، انت قلت ايضا جلسه استماع شارك فيها بهي، قلت انه رساله للقادم، هل بايدن يعني ابدا اي نوايا؟ لو تغيرت الاداره في البيت الابيض ممكن يتغير هذا الموقف؟ نعم، لكن لا أعتقد أن الموقف سيتغير بالنسبة للقانون. القانون يتعلق بمصر كدولة وكسيادة، والولايات المتحدة الأمريكية لديها حسابات أكثر تعقيدا وأكبر من الإخوان المسلمين والأقباط والليبراليين واليساريين وما إلى ذلك. الإدارة على مستوى الإدارة، نتحدث هنا لا نتحدث عن نشطاء أو نواب في الكونغرس يدعمون بكلمة هنا أو كلمة هناك، لأن حينما يأتي التعامل مع مصر، مصر كدولة بغض النظر عن النظام، يكون هناك التفكير كما هو معروف في قناة السويس، يكون التفكير معروف في مسألة الأوضاع في سيناء والجماعات المسلحة والإرهابية، التفكير في حدود في التعامل مع حدود إسرائيل التي تمتد إلى نحو 200 كيلو متر مع مصر. هناك أوضاع أكثر تعقدا وتشابكا، لكن بايدن سيغير بطبيعة الحال، أنا أثق أنه سيغير في الخطاب أو ربما في أدوات الضغط على النظام المصري فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وهو قال في 12 يوليو تموز الماضي أنه لن يكون هناك شيكات على بياض لدكتاتور ترامب المفضل، المقصود السيسي كما هو معروف، لن يكون هناك شيكات على بياض. ورأينا تعامل إدارة الديمقراطية في عهد أوباما في آخر أيامها مع النظام المصري كان فاترا، كان هناك محاولة من إدارة ترامب لكن إدارة أوباما لكنها كانت ضعفت في أواخر أيامها من الضغط على السيسي بحجب بعض المساعدات أو تعطيل بعض المساعدات العسكرية وما إلى ذلك. لكن الأمن القومي أو كلمة الأمن القومي كان لها القول الفصل في النهاية، لذلك كما أشرت في البداية أشرت إلى وزارة الدفاع رغم أنها ليست جهة تشريع لكنها جهة مؤثرة في الكواليس على القرارات الأمريكية الاستراتيجية، ولا سيما بالدول ذات العلاقات الاستراتيجية أو العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية مثل السعودية أو مصر أو غيرهم في الشرق الأوسط. بنشكرك، كنت معنا من واشنطن عبد الرحمن يوسف الكاتب الصحفي، شرفتنا يا عبد الرحمن، شكرا لك. حالة واسعة من الاستياء عامة المجتمع المصري بسبب واقعة رضيع القليوبية الذي توفى جوعا بعد ترك والديه له 9 أيام. ووجهت نيابة الطوخ تهمة القتل العمد
بدون سبق الإصرار والترصد لوالدي الرضيع، كما توجهت لهم أيضا تهمة التسبب خطأ في موت شخص نتيجة الإهمال، وأيضا تهمة تعريض طفل للخطر. وقررت النيابة حبس الأبوين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي كانت قد كشفت أن الوالدين غادر المنزل بعد خلاف بينهما في 17 من الشهر الجاري، واعتمد كل منهما أن الآخر هو من سيعود لرعاية الطفل. الرسم يمكن أن يكون بالألوان ويمكن أن يكون بالشاي أيضا، وبهذا تقرير من موهبة مصرية نادرة ننهي حلقتنا النهاردة بتوقيت مصر. تصبحون على خير وكونوا سالمين. وانا صغير كنت برسم وبحب الرسم، بس ما كنتش يعني يجي في خيالي ان انا ارسم بورتريه وارسم شخص مثلا. كنت برسم رسومات من الليل العادية، رمضان، فوانيس، حرب اكتوبر، حاجات من الليل بتاعت الاطفال. بدأت ارسم بقى من 3 سنين، رسمت اول حاجة رصاص عادي، كنت قاعد انا وصاحبي، وبعد كده هو اصلا بيرسم اتحداني في الرسم. مسكت ورقه وقلم، وكانت اول رسمه ليه كانت هو ليه هو يعني بورتريه ليه هو. دلوقتي بقيت ارسم بالرصاص، اتقنت الشاي، رسمت بورتريهات شاي ورسمت بورتريهات رصاص. بقى الرسم اصلا كل يعني حاجه في حياتي، وبدات ان انا اعمل اوردرات دلوقتي، وبقى مصدر رزق بالنسبه لي هو الرسم.